وزارة الصناعة والمناجم تجر عدداً كبيراً من مسؤولين وإطارات سابقين بها إلى المحاكم والسجون، تورطوا في قضايا فساد ثقيلة كشفتها تحقيقات العدالة مؤخراً. 3 وزراء، مدراء مركزيون وجهويون، يواجهون تهماً تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ والوظيفة. يوسف يوسفي، محجوب بداع، وعبد السلام بوشوارب، وزراء قادوا حقيبة الصناعة في السنوات الأخيرة، متهمون بالفساد في قضايا أغلبها تتعلق بمنح قروض وتسهيلات وامتيازات غير مستحقة لرجال مال وأعمال. إطارات وزارة الصناعة سبقهم إلى العدالة الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال الموجودين رهن سجن الحراش. أول قضية تخص منح مسؤولي مجمع سوفاك امتيازات دون وجه حق وتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج. الثانية تتعلق بالإخوة كونيناف الذين جروا 8 إطارات من وزارة الصناعة والمناجم إلى أروقة العدالة بتهم تتعلق بسوء استغلال الوظيفة وإبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية. أما الثالثة توبع فيها عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة السابق المتواجد خارج الوطن في حالة فرار، هو الآخر متابع في قضية مصنع كيا المملوك للعرباوي صاحب شركة جلوبال جروب في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات الجارية. تبقى وزارة الصناعة من أبرز القطاعات التي شهدت كبرى قضايا الفساد في الجزائر على الأقل خلال الفترة الراهنة.